شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اليوم الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة للاحتفاء بالداعمين وشركاء النجاح في مبادرة فاعل خير، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والداعمين للمبادرة والقائمين عليها. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن فاعل خير عمل مشترك يأتي تعبيرا عن الضمير الإنساني وأصالة البحرين وأهلها، إذ تمثل واحدة من أهم مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا ونهجا أساسيا في المسيرة الحضارية لمملكة البحرين، معربا عن كامل الاعتزاز بإنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤى جلالته العميقة لواقع الخير الإنساني، لافتا إلى أن هذه الإنسانية وذلك العطف والاهتمام القيادي الملهم يأتي في إطار سلسلة من المبادرات الإنسانية المتطورة التي تعكس اهتمام جلالته الأبوي بأبناء شعبه والحرص على توفير حياة كريمة لكافة أبناء الوطن، حيث يبقى الإنسان البحريني وكرامته موضع رعاية جلالته. وأضاف أن الوطن وأبنائه محور هذه الإنسانية، وهذا نهج أصيل حافظ عليه جلالته امتدادا لمسيرة الحكم الرشيد في بلد التسامح والسلام والثوابت الوطنية الراسخة وبما تحمله من إرث تاريخي وحضاري تتوارثه الأجيال. وأشاد معاليه بنهج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي أسهم في تحقيق مملكة البحرين أسمى درجات الرقي الحضاري الإنساني من خلال صون حقوق الإنسان وحفظ كرامته في كافة المجالات. من جهته أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن مبادرة فاعل خير تأتي ترسيخا لدور ومكانة مملكة البحرين، والتي ستبقى على مر التاريخ أرض الخير والعطاء الدائم، تعبيرا عن ينابيع الخير والعطاء التي تميز العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وترجمة واضحة لنهج سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إطار دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي وتوفير حياة كريمة للجميع. وأوضح أن هذه الفعالية تأتي استكمالا لمسيرة التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية وضمن استراتيجية وطنية شاملة لحماية وصون حقوق الإنسان، والتي من أهم مقوماتها توفير الأمان الاقتصادي والضمان الاجتماعي لحفظ كرامة المواطنين وتوفير حياة اقتصادية لهم تفي باحتياجاتهم. وأشار إلى أن الحملة الأولى لإدراج قوائم المعسرين لقت أثرا إيجابيا، حيث باركت قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة المبادرة من خلال سداد كافة قوائم النساء المدرجة ضمن المبادرة. تبعها تبرع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وغيرها الكثير من التبرعات من شعب البحرين والمؤسسات الأهلية والشركات، مضيفا أنه من خلال الحملات العالمية التي تتجاوز عددها 93 حملة تم جمع تبرعات تزيد عن 2 مليون دينار للسداد لأكثر من 500 حالة معسر ومتعثر، مشيدا بسعي كافة المساهمين من أبناء المجتمع البحريني للتبرع من خلال قنوات الدفع الإلكتروني والتي زادت عن 32 ألف معاملة دفع إلكترونية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين باتت بفضل رؤية جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منارة للعمل الإنساني وصاحبة المنهج القويم في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. إلى ذلك تفضل وزير الداخلية بتكريم عدد من الداعمين للمبادرة وشركاء النجاح والقائمين على المبادرة، والتي كان إطلاقها بهدف تمكين أصحاب الأيادي البيضاء من التبرع بمبالغ مالية لصالح المعسرين والمتعثرين ممن صدر بحقهم أحكاما قضائية. شرفنا اليوم بحضور حفل تكريم المشاركين ببرنامج فاعل خير الذي نظم تحت رعايته بإدارة موفقة من قبل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ولا شك أن هذا العمل هو جزء مهم في حياة كل مسلم يقدم عمل الخير. اليوم لاحظنا من ضمن المشاركين أو المكرمين في هذا البرنامج الزملاء الذين عملوا على مواقع التواصل ونشروا فكرة هذا البرنامج، ولا شك أن كل مساهمة تصب في خدمة فعل الخير وتقدم
سواء المؤسرين أو من كان في حالهم ومثلهم، هو من أعمال الخير العظيمة، عظيمة الأجر عند الله تبارك وتعالى. طبعا هذا ليس غريب على أهل البحرين في دعم كل الفعاليات والمناسبات التي تدفع للخير. شعب البحرين شعب كريم ومؤمن ومعطاء، وهذا ليس غريب. كذلك يتبعون أسلوب حكامنا الأفاضل ابن عن جد. والله شيء جدا طيب، لأن بعد كورونا كثير من البحرينيين تورطوا طبعا لما بدوا مشاريع جديدة وصادتهم الحالة، فكانوا مديونين ولا متسلفين، فهذا شيء جدا ممتاز إنه يساعد الناس على تخطي هذه المرحلة والبدء من جديد. هذا شيء ممتاز الصراحة. نحن كممثلين للقطاع الخاص نتشرف حقيقة بالتعاون مع البرامج اللي تعرضها الحكومة برعاية وتوجيه من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واليوم وزارة الداخلية ضربت أحد الأمثلة المشرفة حقيقة من خلال برنامج عطاء ومن خلال فاعل خير، الذي أسهم فيه أكثر من 35,000 مواطن ورجل أعمال بمبلغ يتجاوز 2,000,000 دينار. وهذه أعتقد هي بداية لطريق الخير، كما قال معالي وزير الداخلية أن طريق الخير يزداد ولا ينقص.